فضل قراءة سورة ياسين 7 مرات. هل حقا تجلب الرزق والزواج وبها يفك السحر؟ هذه أمور يسعى إليها الكثيرون، فالجميع يبحث عن طرق لجلب الرزق وجلب الحبيب والزواج، وهي كذلك تمثل أولوية للغالبية، والتي بذاتها سواء طلب الرزق أو الزواج فتحت الباب أمام السحرة والمشعوذين، ومهدت النفوس الضعيفة الطريق لانتشار أعمال السحر. ولأن فضل قراءة سورة ياسين أمرا لا يختلف عليه أحد، برز ذلك السؤال حول فضل قراءة سورة ياسين 7 مرات، سواء كان للزواج أو للرزق أو حتى فك السحر، أي بعد عدد معين. واعتمد ذلك على رواية وردت في فضل قراءة سورة ياسين بأنها لما قرئت له، لكن في الحقيقة ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يرد في فضل قراءة سورة ياسين 7 مرات للزواج، أو في فضل قراءة سورة ياسين للرزق، أو فضل قراءة سورة ياسين لفك السحر نصوصا في الأثر والسنة النبوية الشريفة. سورة ياسين. سورة ياسين تعد من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها 83 آية. وسورة ياسين هي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة. سورة ياسين كالسور المكية تتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أن فواصل سورة ياسين قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم سورة ياسين بأنها قلب القرآن. فضل قراءة سورة ياسين. ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة ياسين وعظم ثواب قراءتها في نحو ما أخرجه الدرمي والترمذي واللفظ له والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. وإن أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة ياسين ما رواه ابن كثير في تفسيره قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. كما وأخرج الطبراني وابن مردوية من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: من داوم على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات، مات شهيدا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.